خد بالك يا فاطمة. مع حضرتك يا دكتور. بروح سيدي، بروح بروح. يا مامي اهدي شوية، أنا أعصابي تعبت، مش معقول كده. لو سمحتي يا هايدي سيبيني في اللي أنا فيه. ما هو توترك ده مش هيغير حاجة من اللي احنا فيه، دول قالوا مدة العملية مش أقل من 4 ساعات، ما فاتش منهم غير ساعة واحدة. أنا بقول توفري نصايحك الجميلة دي وتروحي تقعدي في الاستراحة. علياء حبيبتي. أنت فين يا سوسن؟ شفتي اللي حصل؟ أنا قلبي مقبوض قوي مش عارفة أعمل إيه. ما تخافيش يا حبيبتي، هيخف والله وهيبقى زي الفل. أنت إزاي علياء هانم تسيبيهم يعملوا العملية هنا في مصر؟ هما الناس اللي هنا دول ما يعرفوش اللي جوه ده يبقى مين؟ ولا شاطرين يسفروا ممثلين ولاعيبه الكوره؟ ثم فين وزير الصحه؟ بالراحه شويه يا محسن، هي الناس ناقصه رعب. ومين محسن ده كمان؟ معرفش يا دكتوره، ده انا سمعت اسمه كده بالصدفه. بس 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 محسن الصواب ده اعز صديق لسياده الوزير. وزير الصحه؟ صحه مين يا دكتوره؟ الوزير اللي في غرفه العمليات. قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشعب؟ بس كده؟ ده رئيس مجلس اداره جريده الامل، وعنده قنوات فضائيه ومحطات وحاجات كتير قوي. خير يا دكتوره؟ ايه اللي حصل؟ هي خسرت مجهودك يا حسام بيه، 6 ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول اي دبانه من قبل ما تعرف اصلها وفصلها وحتى العيانين والحالات الحرجه. شوف بقى حضرتك هتعمل ايه في العنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأرض. خلص يا دكتور، في علامة مستديرة. يعني خلص؟ اتجننت ولا ايه؟ ثواني ويبقى قدامي، مش عايز اقل ادبي. حاضر يا دكتور. الله يا سيام، مش كده؟ يا مصيبتي، في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي يا علياء، اهدي ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا سوسن، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا لا يا عليا، اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو استاذ جلال، انا عبير. عبير فاروق يا فندم، اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقتلي. قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا اصلي مشغول في غرفه الجرنال بتاع المطبعه. يا بنت انا لا بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. بتقول ايه؟ ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان. هو احنا شوية، انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركة كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتورة كبيرة شوية. وبصراحة كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكاية الفلوس دي خالص، انت كملي نمرتك وانت مطمنة على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفة وراح اتصرف. اكتب التمر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه؟ عبد السلام، غرفه 307. بقول لك يا عبير، انا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمه؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامه، ربنا يوفقك. بقول لك يا تامر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحه الثالثه فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في مستشفى العريني، والاخبار هتوصلنا خلال ساعات. اخبار ايه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ اوعى تكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق باسمه في صفحه الحوادث.
معقوله تكون ضابط مهم في الداخليه وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه. انا بس كنت عايز اطمن ان حضرتك مقدر خطوره الموقف. انا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياه والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العمليه دكتور مهايبر متدروش دماغه سارحه في 600 حاجه. هو انا ما اعرفش سليمان العريني؟ الحاله ضيباتك والشرايين كمان وحشه، عشان كده لازم الغرزه تتاخد بحرص قوي. مش كده ولا ايه يا ريس؟ مظبوط يا دكتور. اهم حاجه في الاحوال زي دي تاخد الغرزه بحرص قوي. وما تاكليش سمك ولا بيض وعدي عليها كمان 3 ايام. خلاص. الله عليك. تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الاجانب في المستشفى وسايبه وزير من اهم الوزراء في البلد تحت رحمه واحد مختل في العمليات. اقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجه لكون فضحهم في كل حته ومقدم استجواب لوزير الصحه في المجلس. وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضويه النقابه من كل الدكاتره بما فيهم الدكتور سليمان. Is this Dr. Irene's office? Yes, Asli, Dr. Ken Mberich. Excuse me? Do you hear something? Yes? From here. Oh, Lord! A pigeon? Beautiful pigeon! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. حلو قوي الشغل ده. برافو يا شاه. بجد يا استاذ فؤاد؟ هو في ظرف الشغل يا بنت؟ شغل؟ قصدي حضرتك ان انا بعدين هنرتبها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي. بس لازم تكوني بتعرفي تلعبي حاجه. انا ما احبش المطرب اللي بيردد زي البغبغان كده من غير ما انا اوريدي بلعب بيانو. هاي اللي اتعلمتيه فين ده؟ اتعلمته من بابا، هو صحيح جراح قلب بس بيعزف حلو قوي. تحب حضرتك ان اعزف لك حاجه دلوقتي؟ على الاورج ممكن؟ اه طبعا ممكن، بس يا ريت حاجه صغيره عشان انا مرتبط بميعاد. اوكي حاضر. دكتور سليمان طمني اعمل معروف، عملتي ايه؟ سكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول عمليه نجحت. نجحت بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الحمد لله الحمد لله. عليها هانم معلش انا لازم انبه حضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الأول خالص. أنا عايز أنبه حضرتك ممكن أول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك 3. شايفة؟ إيه ده؟ في إيه؟ إيه مالك؟ السكرتيرة روحت ومفيش حد هنا غير أنا وأنتِ. سكرتيرتي قول بتاع إيه؟ أنت عايز مني إيه بالظبط؟ عاوز إيه؟
عاوز اكفك على السهره الحلوه دي. عايز اديك فرصه ما حدش هيديها لك غير فؤاد عوني. اوعى سيبني، سيبني بقول لك. سيبني؟ هسيبك ده ايه؟ هو انا استحملت الوش والصداع اللي انت عملته لي ده كله عشان في الاخر اسيبك ارديحي كده؟ انت حيوان.